السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط، موعدنا اليوم مع دروس المراجعة. السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. تقع دول مجلس التعاون في الجزء الجنوبي الشرقي من قارة آسيا. إجابة خاطئة. من أهم المحاصيل الزراعية لدول المجلس التمور. إجابة صحيحة. من مقومات الصناعة في دول المجلس توفر المواد الخام. إجابة صحيحة. أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج عام 1421. إجابة خاطئة. من منجزات مجلس التعاون التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك. إجابة صحيحة. ننتقل إلى السؤال الثاني، اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي: يقع الجبل الأخضر في المملكة العربية السعودية أم الكويت أم عمان؟ الإجابة الصحيحة عمان. من أسباب البطالة في دول مجلس التعاون الاعتماد على العمالة الوافدة، ميل الشباب إلى النشاط والحيوية، تدريب العامل الوطني وتأهيله. الاعتماد على العمالة الوافدة. من أسباب التصحر وتدهور الأراضي الزراعية إنشاء المحميات الطبيعية، قطع الأشجار، إصدار تنظيم لعملية قطع الأشجار اليابسة. قطع الأشجار. ننتقل إلى السؤال الثالث، يكمل الطالب الفراغات التالية: تشرف دول المجلس على ممر مائي مهم وهو مضيق هرمز. تطل جميع دول المجلس على مسطح مائي هو ولذلك سميت به الخليج العربي. تكوين قوة عسكرية للتدخل السريع لحماية دول المجلس وسميت به درع الجزيرة. من الآثار السلبية المترتبة على زيادة استخدام نقط المبالغ المالية التي ترسل إلى خارج البلاد العمالة. ننتقل إلى السؤال الرابع، أعدد أربعة من الجزر المشهورة في دول المجلس: جزيرة البحرين، جزيرة سترة، جزيرة حالون، جزيرة مصيرة. السؤال الخامس، أسجل مثالا لكل من مظاهر السطح التالية: السهول، سهول تهامة، الجبال، جبال الحجاز، الحارات، في عندك حارة واقم، الأودية، وادي الرمة، الجزر، عندك جزيرة بوبيان، والإضاب، عندك هضبة نجد، والكثبان الرملية، عندنا الربع الخالي. أسجل ثلاثة من الخصائص المشتركة لسكان دول المجلس: الدين، اللغة، التاريخ. السؤال السابع، أضع أمام كل إنجاز من إنجازات المجلس اسم المجال: الدعم الدائم للقضية الفلسطينية ماديا ومعنويا في جميع المحافل الدولية. سياسي، التمارين المشتركة للقوات الجوية والبحرية والبرية. عسكري، السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس. اقتصادي، التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك. عسكري، دعم وحدة واستقرار وسيادة العراق منذ بداية الاحتلال الأمريكي. سياسي، حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم أو قيود جمركية. اقتصادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.